أعزائي اليوم أنا بمحل أحمد قاسم سيد أحمد، جيت لبغداد على مود هاي شغلة الرافعات على طريق التابات، محتاج هواية شغلات وعلى مود أشتغل لكم عملي ونظري. هاي أنواع الكرتات، أنواع الكرتات هاي، بس أنا أستخدم يا كرت، لحظة أنا أستخدم هذا الكرت على طول. هذا الكرت ممتاز، أنا مجربه وشغله ممتاز، محل بغداد بالسنج. هاي الرليات، الجماعة اللي يشغلون رافعات كبار، وشوفتكم الرليات اللي جماعة يشتغلون رافعات صغار. أنا أخذت من هاي النوعية، دائما أخذ أبو القبض، أخذ أبو القبض على مود يكون البلاتينات محمية من الأتربة. بالنسبة للحديد أخذت من هاي النوعية ومن هاي النوعية. هاي النوعية العرض مالها 8، يعني بالدلج قلت لكم 5 لأن ما أعرف شنو بالسوق، وهذا 6.3 العرض مالها. الطول بالحسابات نقدر نطلعها، هي قد أنا محتاج مساحة كذا أنا محتاجها، أقسمها على هذا العرض يطلع النتيجة، أخذي طول. ونفس الشيء يبقى هذا، نفس الشيء يبقى هذا اللي ما أخذت من عنده. أنا أستاذ أحمد، هاي أستاذ أحمد قاسم، هذا محل أستاذ أحمد، وهاي جيت لبغداد أكثر شيء على مودكم. إن شاء الله أكثر شيء على موتكم جيت لبغداد. هذا سلك فافون نازل جديد، نفس اللي جاب الماكينة، يعني العادل مالته كتان. هذا اللي يدير بفافون أنصح بيه، حيل أنصحه. هذا اللي حاليا الآن اللي ألف من عنده الفافون، وهذا أيضا فافون، هذا نحاس العفو. بس هذا الفافون العادي مالته كتان، شيء كلش كلش راقي. اضبط حساباتك والفيه ويكون الشغل عندك رخيص ومضبوط 100% ان شاء الله. هذا مستطيل، يكون من تطلع الجيتش ماله تاخذ، طبعا برا ما تقشطه، تاخذ العرض تضربه في الطول يطلع المساحه، تروح على الجدول من المساحة تعرف الجيتش، تقدر تعوض عادين إذا عندك شان دائري تشتغل على المساحة، تقارن بين هذا وذاك على المساحة. والعزل مالته هسه شفته ممتاز، يعني من أطوي ما ينكسر، العزل مالته حيل ممتاز، شوف من تطوي ما ينكسر. هاي نوعية العزل مالته حيل ممتاز، أنصح بيها إن شاء الله. يا مو دعاية أو شيء، لا والله.